كل الوردوشه معلمه. ناموسيتك كحل يا سي قبضايا. معلش يا معلمه، اصل انا عينيا الاتنين ما سلموش على بعض ليله امبارح. هو خيبتك بالليل خلت عينيك يخصموا بعض؟ وانت هرشتي؟ ما بقاش المعلمه انشراح لو ما اعرفش دبت النمله في الحته بتاعتي. ما انا استاذنتك يا معلمه ان انا اغب على العيال دي. جري يا قبضاي، انت هتعملهم عليا ولا ايه؟ انت استاذنتني تقدبه لو اتلومد، استاذنتني تقصله لسانه لو طوله عليك، بس ما استاذنتنيش في حربي وفي الطار اللي بينك وبين امه. ولولا ستر ربنا والواد زغ منك بقدره قادر كنت زمانك جبت لي اللبش كله في المنطقه. بقولك يا معلمه، العيال دول شويه عيال مالهمش لازمه. هتي يعني؟ انا اللي بقولك يا بضاي، لو ما بطلتش الغشوميه والغباوه بتاعتك دي انا اجيب راجل تاني يا حبيبي يراعي مصالحي ويحميني وياخد باله مني. انت بقى مثل فيلم الجبار المنتقم مع نفسك، روح خطرك مع نفسك. انا ما صدقت ظبطت المنطقه وسنتكتها، تيجي انت تعمل لي فيها قلق وتنطيط؟ ايه القرف ده؟ كاشح يا معلم. ابعت حد من العيال ينضف لي العربيه ويروقها عشان عايزين نوصل مشوار كده لغايه رشوان بيه، نشوف المصلحه بقى مش التنطيط. بقول لك يا معلم، هو رشوان بيه ما اتصلش ولا ايه؟ انت هتقعد تسيرني ولا ايه؟ ماشيه معاك في النادي انا؟ ابعت اجيب غدا يا ولا؟ ما تقوم تفازت تشوف الشغل. ولا مش عايزين وجع دماغ، اخلع عاد انت وهو من هنا. احنا جايين لمعلمه انشراح. معلمه انشراح دي بتلعب معاك ولا ايه؟ ما توسع عاد من سكتنا، نلعب في عينك الباخت اختيار. شفت يا معلمه؟ العيال دي عيارة فعلت. هم داخلين علينا عايزين يتعاركوا ويجروا شكلنا. استنى يا بضاعة. استنى يا معلمه، استنى لغايه ما تجمعوا علينا ويضربونا. ما يصحش يا معلمه. هو بيقول لك جاي نقابل معلمه. واد يا كوتش في ايه؟ ده الواد زين ولاد حرب يا معلمه، عايزين يدخلوا بالعافيه. احنا واقعين في عرضك يا معلمه انشراح. تعالى يا حربي تعالى. الاذن يا ابو الشعوب. غلط غلط اللي بتعمليه ده يا معلمه، اكبر غلط. صباح القشطه على احلى معلمه فيك يا مصر. السجن عدلك لسانك وعلمك القلبان ده يا حربي. كله بفضله خيرك يا معلمه. ما تبطل سنتحه يا قاض. جرايه زين، كل شويه جاي لي بتوأم ولا ايه؟ ما تولعاش نار يا معلم قبضايا، خليك محضر خير. احنا جايين عايزين المعلمه بكلمتين وهنمشي طوال. المعلمه ما عندهاش وقت اضافي تضيعه مع الشلحفات اللي زيكم. جرايه يا معلمه، ما تخلي المعلم قبضايا يخف عندنا شويه، احنا عيل غلابه ومش حمل. عايز ايه يا حبيبي؟ قصر. عايز اقول يا معلمه ان احنا كلنا هنا رجالتك، بنلقط رزقنا وبنخدمك بعينينا. والحته كلها عايشه من خيرك. يا معلمة معلمين الحتة وست ستات البلد. بس أنا سمعت إنك من ساعة ما طلعت من السجن وأنت عامل لبش. أنا يا معلمة؟ أنا عامل لبش؟ ده أنا خارج من السجن وحالف معتبه تاني، وكل اللي أنا عايزه إن آكل لقمة عيش وأمشي جنب الحيط. بس نعمل إيه بقى في اللي مش عايز يسيبنا في حالنا؟ تقصد مين يا زين؟ تقصد مين يالا؟ والله يا أخويا اللي على راسه بطحة يحسس عليها. ولا تيه وأنت اللي جيب سيرتي على لسانه أطحوله. شايفة يا معلمة؟ شايفه عمال يقول شكل للبيع اهو. بقول لك ايه، افرد الشراع وقدف لحد العربيه وخلي بالك لا تغرق. يلا يا بضاي، ما قلنا بلاش الهداوه. معلش يا معلمه، معلم ابضايا بس اصل دمه حامي حبتين وحمق شويه، لكن الراجل برضه معذور. اللي حصل مني زمان لازم يخليه زعلان مني. حقه يا معلمه حقه، بس ده كان طيش شباب يا معلم، وانا خدت جزائي 5 سنين في السجن شفت فيهم الويل، بس كنت استاهلهم. اه والله العظيم كنت استاهلهم، لان في يوم من الايام اتجرأت ومديت ايدي دي اللي تستاهل قطعها على معلمي وطاج راسي المعلم قبضايا، اشرف بلطجي فيك يا مصر. وانا قدامك اهو بطلب منك العفو والمغفره يا معلم. سامح بقى. كنافه، انت بتاكلني كنافه وبتهشتك الشيطان اللي جوايا وعايز تنيمه نونا. انا يا معلم انا عايز انيمه نونا؟ استغفر الله العظيم يا معلم، ده انا بكلمك من قلبي يا معلم. ده انت كبرنا وانا قدامك اهو جاي لك لحد عندك برجليا، وحاجه من اتنين، يا تسامحني وعفو الله عما سلف، يا تعمل فيا اللي انت عايزه وانا هتقبل بنفس ردي. ولو مش مصدقني ادي راسك هيك. خلاص بقى يا بضاي، الراجل جه حب على راسك وبس راسك واستسمحك، والمسامح كريم. احنا ولاد النهارده يا رجاله، واللي فات مات. اللي تشوفيها برنسيسة، خلاص الشيطان اللي جواها هينام ويشد اللحام.
انا شايفه مبطل قلق عشان المصلحه ما بتحبش القلق. واحنا برضو رجالتك يا معلمه ورقبتنا في داك. ايه يا حربي، هترجع تشتغل معانا زي زمان ولا مالكش مزاج؟ دمونا عيني يا معلمه والله. خلاص ننسى اللي حصل بقى ونكبر دماغنا. مش مهم احنا اللي ننسى يا معلمه، المهم المعلم قبضايا هو اللي ينسى. ما بلاش رغي بقى، ما قلنا الموضوع خلص خلاص. امرك يا معلمه. من بكره تنزلوا الشغل، بس اخر النهار ترجعوا لنا بحاجه عدله. ولا ايه يا حربي؟ ايه ايه يا معلمه، هو في بعد قولك قول؟ اهم حاجه بس ان المعلم قبضايا يرضى علينا، ده برضه كبير الحته واحنا ما نقدرش على زعلنا. خير يا بركة. ايه دنيا؟ فينك يا دنيا وحشاني؟ فينك من زمان؟ انا موجودة يا اخويا، هو الحمد لله كويس. بقول لك ايه، ما شفتش حربي؟ لا حربي راح مشوار ولسه ما جاش. مشوار؟ طب بقول لك ايه، لما يجي قول له يحصلني على الخن بتاع زمان. اوعى تنسى يا بركة. لا لا الخن لا يا حمد، انا اول ما يوصل هقول له على طول. ماشي ماشي. سلام سلام. خن احلى حاجة الخن ده. سلمها لله واعمل ايه؟ السلام عليكم. صباح الخير يابا. هو انت جرى ايه يابا؟ ما وحشتكش ولا ايه؟ ايه اللي فكرت بينا؟ انت دايما على بالي يابا، بس انا اللي كل ما اجي اشوفك ما بتدينيش ريق حلو. ولا ما انت عارفه كده، ايه اللي بيجيبك؟ جرى ايه يابا؟ هو عيب يعني ناجي اشقر عليك؟ لا الله فيك الخير. ماشي خد دول يابا، خليهم معاك. ايه دول؟ فلوس تفك بيها زنق. خد فلوسك الوسخة دي وامشي من هنا. وسبق قلت لك كده قبل المرة 20. بقول لك ايه؟ انت لا بنتي ولا انا اعرفك. وانا متبري منك ليهم الدين. واحمدي ربنا ان انا كبرت وتهديت. انا لو بعبيتي. يابا بقى كفاية بقى مكبرة بقى. حرام عليك. ده انا بنتك من لحمك ودمك. وهفضل بنتك كمان لحد ما اموت، عجبك او ما عجبكش. خد الفلوس دي يابا، خليها معاك هتفك زنق. الدنيا بقت غالية اول يومين دول يابا، وانت كبرت خلاص ما بقتش قد الشغلانه دهيا. حقيقتك بقى تبطلها. امشي امشي. حاضر همشي، هبقى اجي اشقر عليك بعد كده. سلام. يا رب ليك يا رب. صدق لا ده انا صدقت كل حرف قلته وانت بتثبت قبضايا. ان كان لك عند الكلب حاجه اقول له ايه؟ اقول له يا معلم. واحنا هنعمل ايه النهارده؟ النهارده هنريح، وبكره من النجمه هننزل الشغل نلم الخرده اللي في السوق كله ونعلم نقطه على قبضايا. يا ابني ايه يا حربي، ده انت دماغك بقت سم ياض. طب ايه؟ سبعه ولا طبعه؟ سبعه طبعا يا عمنا، ده احنا معانا الكومانده بحاله. الحمد لله. على فكره يا حربي، عارف مين جه النهارده سال عليك؟ مين؟ البت دنيا، بس حلاوه قوي يا حربي. وبتقول لك انها مستنياك في الخن. والله؟ طب بالاذن انا خمسه بقى. طبعا طبعا يا سيدي، بنلاقي احبابه. روى نفسك قوي. ولا كيمو، كوباية شاي وحجر مع السلياط. زين أنا أروح أتفرج. اتفرج. أخويا اتفرج. القعدة دي ما بقتش من مقامك يا ست الستات. جرى إيه يا حربي؟ انت هتقطمني انت راخر؟ ده انا حتى النهارده جايه مخصوص علشان اشوفك واعتذر لك على اللي حصل امبارح. يعني ايه؟ يا سلام، مش مصدقني ولا ايه؟ طب زمان كنا بنطب بعض، لكن دلوقتي هتيجي تسالي عليا بتاع ايه؟ بعد ما بقيتي بسم الله ما شاء الله نجمه في السماء بتلالي، وانا يا دوبك لسه خارج من السجن وضاربني السلك على الاخر. يا ولد
يا ولا الست مهما عليت عمرها ما تنسى اول راجل عرفته في حياتها. وانت مش اي راجل يا حربي. ده انت بقيتي حويطه يا بت. اوعى تكوني فاكره انك هتعرفي تشتغليني وتعمليهم عليا زي ما بتعمليهم على العنتر بيه بتاعك. ايه؟ اشتغلك؟ اشتغلك على ايه يا حسره؟ وانت حطك حاجه يا اخويا؟ ايوه، لكن التاني اظن سجبت فلوس ومليانه لتمه عينها. ايه رايك بقى؟ وكل منانا نرد علي. ذمتك يا دنيا مش مكسوفه وانت بتقولي الكلام ده قدامي؟ ايه؟ ما عادش في حياه؟ جرى ايه يا حربي؟ انت هتعيش عليا الدور انت كمان ولا ايه؟ مش كفايه البوقين اللي بسمعه من ابويا كل ما اجي الحاره؟ ولا هتبقى انت وهو عليا؟ وبعدين يعني انا عملت ايه؟ حبيت اهرب من الفقر ولا كان عاجبك حالي يا اخويا وانا مدفونه بالحياه؟ وبعدين تعالى هنا، انت نسيت الكلام بتاع زمان؟ عايزين نشوف الدنيا يا دنيا، كفايه بقى الضلمه يا دنيا، اتخنقت يا دنيا، كيكه على العالي ولا نسيت؟ ما نسيتش ولا حاجه، بس يعني انت الكيكه طلعت معاكي في العالي قوي قوي واتنطرت لفوق، وانا لسه في الكيكه على الواطي. بسيطه. اسمع كلامي بقى يا سيد الناس علشان تكسب ونرجع مع بعضينا الذي مضى، بس بعيد بقى عن جو الخنقه اللي انت فيه ده. بذمتك ده منظر واحد يعرف يجي يقف جنبك؟ ده عزام بيه بتاعك وكان ناقص يضربنا بالشلوت ويرمينا بره الكباريه. وانت مالك اصلا ومال عزام؟ انت ايه اللي هيجيبك الكباريه؟ بقول لك ايه؟ ادي دي نمرتي وعنواني، ابقى اتصل وعدي عليا. ماشي، بس على الله ترد يا دندن. يا سلام، يا واد بطل غلاسه، ده انا جايه هنا اصلا عشان اراضيك. بقول لك ايه؟ خد دول. ايه دول؟ فلوس عشان تمشي فيها حالك كده، تفك فيها الزنقة. حط فلوسك في جيبك يا بت، انا حرب المهدي، لو اموت من الجوع ما اخدش فلوس من واحدة ست، فاهمة؟ اعتبرهم سلف يا اخي. ولا حتى سلف. طيب خلاص، ما تبقش كده في وش امال. انا هدفي بس ان انا اخدم، يعني لو انت كده احنا وبعضينا كده يعني ما خدمناش بعض وقفنا جنب بعض، مين بقى اللي هيسندني؟ لو احتجت حاجه ولا عاوزت حاجه هبقى اجيلك انا. ماشي، انت تأمر يا سيد الرجاله، اما مش انا بقى، عشان اسيبك تشوف شغلك واشوف انا كمان شغل. هستنى تليفون. هيحصل يا دندن. طب بقول لك يا بت، بس ده احنا في عز النهار. طب ما احنا كنا زمان في عز الظهر، ايه المشكله يعني؟ زمان كنا عيال لكن دلوقتي كبرنا. يلا انت بقى زق عجلك قبل ما حد يطب علينا، انا مش ناقص قلق. ماشي، هتوحشني. وانت كمان. هستناك. ماشي. ليه؟ ليه يا حرب؟ ما بصش ليه يا اخي؟ ده انا سايب القهوه وجاي عشان اتفرج. حقك عليا يا ابو بركه،